السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، يا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. وعلى ذكر مشاريع تربية الطيور، هنتكلم النهاردة عن تربية الفراخ البيضة او الدجاج اللحم، وده ممكن يكون مشروع كبير جدا وممكن يكون مشروع صغير، وفي بعض الناس بتغامر، ودي طبعا مغامرة، يعني مغامرة صعبة شوية انك تغامر وتربي فراخ بيضة او دجاج لاحم عندك في البيت على السطح بتاعك. لازم تكون عامل احتياطاتك، وكمان مش هينفع على السطح، والمفروض تربي في مكان مجهز ومؤمن لده. فعلى فكر المشروع ده، احنا النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده من اوله لاخره بالنسبة طبعا للمشاريع وبالنسبة للناس اللي بتربي اعداد كبيرة. مش هنتكلم عن فكرة التربية في البيت، تربية الدجاج اللاحم في البيت، لكن هنتكلم عن اسلوب التربية الامثل من البداية، من عمر يوم لحد الاخر، ولحد ما تبقى الفراخ جاهزة للاكل او البيع او اي حاجة انت هتستعملها فيها. لكن قبل اي حاجة، اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، واحنا مش هنتأخر عنك ابدا، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا انت الموضوع بيبدأ معاك قبل ما تشتري الكتاكيت اصلا، وقبل ما كمان تقرر تشتري الكتاكيت، اول حاجة بتجهزها عندك هي المكان. المكان لازم يكون على قد العدد اللي انت هتشتريه، يكون على قده بالظبط. وطبعا الحسابات بتاعة الموضوع ده اتكلمنا عنها قبل كده، المتر بيشيل قد ايه وهكذا، لكن مش ده موضوعنا النهاردة. لازم تشتري الكتاكيت بتاعتك على قد المساحة المكان اللي عندك. لو خليت المكان يكون ضيق عليهم مثلا او واسع عليهم، ده هيكون في ضرر. لو ضيق عليهم هيبقى فيه جهاد حراري وفي افتراس وممكن رطوبة وممكن غاز امونيا ينتشر وارتفاع في درجات الحرارة. وموضوع درجات الحرارة ده هو الزتونة بتاعة تربية الطيور عموما، خصوصا الطيور اللي بتعتمد على درجات الحرارة واللي ما عندهاش قدرة على تحمل التغيرات الجوية زي الفراخ البيضاء. الفراخ البلدي احنا عارفينها بكل انواعها، عندها قدرة على التحمل، انما الفراخ البيضاء لا تتحمل التغيرات في درجات الحرارة، ولازم تفضل درجات الحرارة في الجو اللي هي عايشة فيه ثابتة وما تتغيرش ابدا حتى لو تغيرات قليلة. لو درجات الحرارة قلت هيبقى فيه برد، وفيه برضو مشاكل تنفسية زي الكحة والخرخشة والامراض بتاعة الجهاز التنفسي. انت مبدئيا بتشتري كتكوت جيد بعد ما جهزت المكان من حيث كل حاجة، بتشتري كتكوت جيد وتحطه بعد كده في المكان اللي انت مجهزه، ولازم المكان ده يكون بتعرف تتحكم فيه في درجات الحرارة، ولازم يكون المكان متطهر ومتدفي كويس جدا. من عمر يوم بتستقبل الكتاكيت على محلول جفاف كيس واحد للتر، طبعا على قد العدد اللي عندك اللي انت مربيه، انما لتر مية بياخد كيس من محلول الجفاف ده، هتستمر بساعتين يشربوه كله لمدة ساعتين. وبعد كده بقى هنحط ليهم العلف 23% بروتين الممتاز الموثوق اللي احنا دايما بنقول عليه. بعد ما نقدم العلف بنقدم ليهم نص معلقة من العسل الاسود وليمونة واتنين سنتي من الخل في السقايات لمدة ساعتين برضو. يعني في الاول اديناهم محلول معالجة الجفاف، وبعد كده علف، وبعد كده اديناهم عسل اسود وليمونة واتنين سنتي من الخل في السقايات لمدة ساعتين برضو. بعد كده الايام اللي جايه بعد كده لحد اليوم الخامس هنقدم ليهم علف عادي ما فيهوش اي اضافات، ونقدم ليهم برضو ميه عاديه يعني ما فيهاش اي اضافات خالص. اليوم الخامس بقى هنقدم ليهم الكركم مع العلف، 5 جرام او معلقه صغيره للكيلو، ده مهم جدا للمناعه وقتل الديدان، ومهم في الامراض التنفسيه وقايه من الامراض التنفسيه وعلاجها برضو، وكمان هو بيساعد على الهضم وبيرفع معدل التحويل وبيزود الاوزان بشكل ملحوظ جدا. برضو لازم نقدم معلقتين كبار من الرز المطحون لنفس الكيلو اللي احنا حطينا عليه الكركم. يعني انت بتحط كركم 5 جرام زي ما قلنا او معلقة صغيرة مع الكركم في نفس الكيلو، بنقدم معلقتين كبار من الرز المطحون، ده مهم جدا ضد الاسهالات كلها وضد اي ضعف ممكن يصيب الطائر من ناحية المعدة او من ناحية الاسهالات. ممكن نكمل على الكركم والرز المطحون ده على قد ما نقدر
نقدر ممكن مثلا نستخدمه يوم ويوم، ممكن نستخدمه على طول كل يوم لو متاح بالنسبة لنا، لكن هو مفيد جدا يعني، وقطعه هيكون فيه ضرر كبير على الطيور او هيبقوا عرضة للإصابة بالأمراض بشكل كبير جدا، خصوصا فايدة الكركم لو استغنوا عنها ممكن تحصل لهم مشاكل. في اليوم بقى الخمستاشر هنغلي حلبة، الحلبة الحصى معروفة، هنغلي معلقة كبيرة من الحلبة على نص لتر من المية، وبعد كده السائل اللي هيطلع ده العصير منها او الخلاصة بتاعتها هناخد 8 سنتي للتر، 8 سنتي منه للتر. الحلبة طبعا احنا عارفين انها بتزود الاوزان كمان عند الانسان، بيحطوها في المفتقة، واحنا عارفين المفتقة بتبقى بتزود الاوزان بنسبة كبيرة جدا، هي كمان بتزود الاوزان للطيور اللي احنا بنربيها. كمان هنحط خميرة برضو في اليوم الخمستاشر، في نفس اليوم الخمستاشر اللي حطينا فيه حلبة هنحط برضو خميرة، والخميرة دي هنفضل نستمر عليها لاخر الدورة لو مفيش اسهال. طول ما مفيش اسهال عند الطيور بنستخدم الخميرة عادي جدا، انما لو في اسهال بلاش الخميرة. بنقدمها كيس من الخميرة للتلاتة كيلو علف، ودي مهمة جدا لفتح الشهية والهضم فزيادة اوزان، وده دجاج تسمين وطبعا احنا عايزين نزود الاوزان. في اليوم العشرين بقى بنقدم خلطة مضاد حيوي طبيعية جدا، عبارة عن بصلة ولمونة واربع فصوص من الثوم وعلبة زبادي وخمسة سنتي من الخل، هنخلط كويس في الخلاط خلط جيد جدا. لو احتاجنا شوية مية مثلا علشان نخلي السائل يتخلط، مية قليلة جدا، وبعد كده نصفي ناخد السائل ده وناخد منه 8 سنتي للتر. ده مضاد فيروسي ومضاد بكتيري ومقوي عام للمناعة، وكمان ممكن تستخدمه من اليوم التاسع مش ضروري من اليوم العشرين، يعني هو معاده يستحسن في اليوم العشرين لكن ممكن تستخدمه من اليوم التاسع كمان، وهيكون مفيد جدا لي الطيور. الليمون مفيد للبرد واعراض البرد، الثوم والبصل مضادات حيويه قويه جدا، وطبعا لازم نقول لكم ملحوظه مهمه جدا، الكتكوت لو انخفضت درجه حرارته او ارتفعت درجة حرارته فالنمو بتاعه هيقف ومش هتعرف تكبره وهيجيله تقزم، وكده خلاص يعني انت هتخسر الكتكوت ده ومش هتستفيد بيه، لا هتعرف تبيعه ولا تاكله ولا اي حاجة، لانه خلاص نموه توقف بسبب ارتفاع درجات الحرارة او انخفاض درجات الحرارة الزائد عن اللزوم. زي ما قلنا الزتونة بتاعة تربية الفراخ البيضة او تربية الطيور عموما اللي مش بتستحمل التغيرات الجوية، الزتونة يعني بتكون موجودة في موضوع درجات الحرارة، لازم تحافظ على درجات الحرارة تكون ثابتة وتكون ملائمة ومناسبة لعمر الدجاج، وتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده ان كل عمر بيبقى له درجة حرارة مناسبة في فيديوهات سابقة على قناة طيور فوق السطح هتلاقوها. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.